ما فيك تمسكني، ما فيك تمسكني نننا. رح أقدر أمسكك يا أوغور، هلأ بتشوف أنا رح أمسكك. إيه شفت، لكني مسكتك. هذا غش، أنا وقفت لأني تفركشت. صرعتوني بأصواتكم العالية، صار راسي يوجعني. ليكو أنا توترت منكم وماني مرتاحة، لا تعصبوني أكتر من هيك. ليش عم تضحكوا؟ حاجة تضحكوا؟ لا حاجة، أولاد وقحين وقليلين أدب كمان. هلأ بتشوف، ما رح تقدر تمسكني. عن جد رح جن منهم، ما ضل فيني ارتاح لا بغرفتي ولا بهذا البيت. حاجة تصرخوا، اطلعوا من هون فورا، اطلعوا من غرفتي، يلا اطلعوا لبرا، اطلعوا لبرا. ليش فايتين على غرفتي؟ اطلعوا يلا، ممنوع اطلعوا لبرا، العمى شو قليل ادب. اطلعوا، مسكتك. طيب شو رايك نلعب لعبه الغميضه وانا بتخبى؟ يلا قول واحد بلش على السريع. تخبى لشوف. أوه، فات على غرفة قفلة منزوع، خليه يطلع منا إذا بيقدر. شو هاديا؟ بس صوتهم اختفى فجأة، ما بعرف لوين راحوا. معقول يكونوا عم يلعبوا بالجنينة؟ طيب اطلعي من هون آسيا، الولاد ما فيكي تتوقعي كيف بيتصرفوا. ومعروف بس تنقطع صواتهم معناتها عم يساووا شي مو منيح. أنا رايحة أدور هنيك كمان. شو قلتي؟ يعني خلاص عم يتطلقوا هلأ؟ ما عم صدق ابنه. كيف؟ دقيقة حبيبتي دقيقة، ارجعي عيدي الحكي على مهلك، ارجعي عيدي مرة تانية. ماشي. عم تقولي انه خانة؟ آسيا. بابا بابا، أخي أوغور محبوس بالغرفة اللي فوق وما عم يقدر يطلع. محبوس بأي غرفة؟ بابا الغرفة اللي فوق ما عم يقدر يفتح الباب. أي غرفة؟ ماما. أوغور أنت منيح ابني؟ افتحي الباب ماما، ما عم بقدر أطلع من الغرفة، افتحي لي الباب. ماشي حبيبي لا تخاف، أنا رح طالعك من هون بعد شوي. ماشي حبيبي. شو هاد يا، بدي أفهم الباب ليش ما عم يفتح. خليني أجرب أفتحه. شكله معلق أكيد، أو يمكن خربان. ليش ما عم تفتحي لي الباب ماما؟ أنا ناطرة. حبيبي لا تخاف، استنى شوي وأنا هون رح طالعك من الغرفة. ماشي. شو بدنا نساوي؟ جيب مفك لنجرب نفتحه. هالشي بيطول كتير. أوغور إذا واقف ورا الباب بعد شوي. ليش؟ هلأ اسمع الكلمة. بعدت؟ إيه بعدت. تمام. ابني انت منيح؟ امي انا هون. اوف خفت عليك كتير يا روحي انت. خلص تمام. وانا كتير خفت امي، فكرت اني ما رح اطلع من هالغرفة بنوم. ليش عم تلعبوا بغرف البيت مع انه في حديقة؟ شفتوا شو صار معكم لانكم ما انتبهتوا وين عم تلعبوا؟ كنتوا عم تلعبوا غميضة مو هيك ابني؟ ايه كنا عم نلعب غميضة مع بعض، واحمد سكر الباب لانه ما قدر يلاقيني. لا مو انا يلي سكرت الباب اخي. كيف لكان صار هيك حبيبي؟ يعني تسكر الباب لحاله؟ لا، زاهدة مرت خالي اللي سكرته. شو؟ عصبت وصرخت علينا لأنه صوتنا طالع، وسكرت الباب عليه لحتى تعاقبه. متأكد من هالحكي حبيبي؟ ايه. آسيا وقفي، استنوني هون وما تتحركوا، مفهوم؟ ماشي. عدو تعال نقعد هون. آسيا. ايه شو هاد؟ انت كيف بتسكري باب الغرفة على ابني؟ شو صاير لك انت؟ كيف بتفوتي على غرفتي بهالطريقة؟ ما بتعرفي تدقي الباب؟ وخير شو بابني؟ عم بحكي عن باب الغرفة الخربان اللي سكرتيه على ابني، بس لانه زعجك بصوته فهميني. مين انت لتعاقبي؟ مين انت؟ مين انت؟ اي عقاب هاد آسيا؟ واي ابن انت؟ شو قاعدة عم تخرفي؟ اذا كان ابنك عم يلعب بالبيت وسكر الباب على حاله، بكون انا الملامة على هالشي؟ أنا ما عملت أي شيء لأبنك.
خلاص بقى زاهدة، أحمد ما بيكذب، أنت صرختي على الأولاد وبعدين سكرتي عليهم الباب لتعاقبيهم. آه الباب، هداك الباب، عم تحكوا عن الغرفة الصغيرة مو هيك؟ ليك جمال، أنا قلت له لفكرات وترجيته 100 مرة ليصلح قفل هالباب، ما كان يفضى. أنا بسكر هداك الباب على طول لأنه بيفوت منه هوا كتير وبيزعجني الهوا. يعني الشغلة بالعقل، بس فكروا شوي صغيرة، يعني شو دخلني أنا إذا خربان القفل؟ شو هالأفكار الغريبة هي؟ يا حبيبتي ابنك ضل محبوس جوات الغرفة. سكري تمك حاجة تكذبي. أنتي شو يلي بدك يا منا؟ آه احكي شو مشكلتك معنا؟ لا تتجاوزي حدودك، أنا ست هذا البيت أولاً، ثانياً أنا زاهدة. برأيي تفهمها، لساتني محترمتها فخليها تحترم حالها. آسيا معها. أنتي ما تركتيهم بحالهم من أول ما إجوا، أول شيء قصة السكين وهلأ الباب، بكفي بقى ما بدنا مشاكل. شو هالحكي ها؟ آسيا طلع معها؟ ومين آسيا؟ مين هي؟ يا سلام، أنت عم توقف ضدي وعم تدافع عن آسيا مو هيك يا جمال؟ قلي ليش؟ آه؟ أصلاً ما رح رد عليكم بنوب. لك شو هالمرة هي؟ هي مجنونة على الآخر. على أساس أنت مو مجنونة كمان؟ بس تعصبي ما حدا بيهديكي. حبيبتي آسيا.